قبطان، هدول الجماعة لهم ساعتين واقفين هنيك عم يطلعوا علينا ويحكوا. مرحبا. أهلين، تفضلوا. كنا عم نشوف السفينة، في مانع نشوفها من جوا؟ لا أبدا، تفضلوا. واضح إنك عاملها مطعم من جوا، مو هيك؟ أي نعم، فيك تقول كازينو مطعم، وعنا فرقة فنية هنيك بيعدوا، بس فينا نعمل اتفاقيات مع فرق تانية وبرامج خاصة. ممتاز، ونحن عم نفكر بهيك شيء. منيح كتير، بدك منقعد ومنحكي بلكي منتفق على شيء، وإذا بتحبوا فينا نعمل جولة خاصة فيكن، وحتى لو وقت مفتوح قدامكن. بس شو بتفضلوا أنتو؟ نحن مو جايين مشان نتجول، بس بدنا نشوف وضع السفينة. كيف يعني؟ ما فهمت. ولا يهمك، نحن حكينا واتفقنا مع صاحبة السفينة، بقيان نتفق على السعر، بس هي خبرتنا إنه ننزل نشوفها. بفهم أنك جايين كرمال تشتروا السفينة، مو هيك؟ إيه، إذا قلنا نصيب. مالكم نصيب يا عيني. عفوا؟ ما سمعتني ولا؟ اطلعوا لبرا، نلعوا، يلا، مالكم نصيب بشي، نلعوا. هاي السفينة مالها للبيع، نلعوا، يلا. وإذا بترجعوا لهون بدي الحشكم بالبحر، نلعوا، نلعوا من هون. لا تسكري الباب، تركي هلأ طالع. شوفي، اليوم اجوا جماعة لعندي مشان يشتروا السفينة. أنا قلت لك من قبل إني رح بيع السفينة. بالله. ها؟ وأنا كمان قلعت لك الجماعة وشرشحتهم، فهمتي؟ وإذا بعت لك غيرهم شو بتعمل؟ أكيد رح حط رجلي بظهرهم وقلعهم وشرشحهم، فهمتي؟ السفينة لإلي وأنا بدي بيعها، أنت ما دخلك فيني علي. كيف ما دخلني؟ مو أنا زوجك يا غبية، ماني على كيفك يا قليلة الأصل. أنا رايح على السفينة وماني راجع لهون، ويا ويلك تتصرفي بشي لأنه ما راح أرحمك. واسترجي بعتي حدا لهنيك، والله بزتك وبزتها بالبحر، فهمتي وليه؟ يكون بعلمك يا كلبة، عندي استعداد غرق أنت والسفينة سوا. أوعك تفكري تتمادي علي، والله بقبلك بأرضك يا كلبة. الله يلعن الساعة اللي عرفتك فيها واللي تزوجتك فيها، خربتي عيشتي كلها، لك الله يلعنك.